بلال، اول سؤال، شنو رايك في اللي صاير بخصوص مقابله فيلوريا اليوم؟ والله معناتها شو نقول لك، معناتها عباد قصت التيكيت نتاعها، عباد مبرمجة على الماتش باش يعملوا امبيونس، باش يعملوا برشا جو. انا بدي ما للبارح، معناتها اليوم الاولاد خرجوا من ستاج للبارح وانا نكلم فيهم في ستاج، جاوهم به يحضروا للماتش. بعد ما نعرفش شنو هي صار، وكل واحد يحكي حكايه، معناها نتاع طياره ما مشيتش، مانيش عارف شنو هي الحكايه بالضبط. اما ما يجيش، معناها عباد قاسه تيكيتها، وعباد حتى من الاولاد كونسونتري على الماتش نتاعهم. الله غالب هذيك هي الظروف في تونس. باب شنو نوضحوا للاحباء، كنت مع قبيله شويه مع شكون من الهيئه نتاع النادي الافريقي، اكد انه المفاوضات ما زالت متواصله حتى لتوا مع هيئه فيرونا، قاعدين في اجتماع حاليا بدا مري ساعه باش ياخذوا بعض الديسيزيون الفينال نتاعهم. هيئه فيرونا اكدوا اللي النادي الافريقي اتفق مع شركه جديده في شركه رعايه جديده، لكن اخلت بالتزاماتها، يبدو انه مع شركه رعايه، هذا اللي خلى نادي فيرونا ما يجيش اليوم للمقابله. ان شاء الله تتدارك على الاقل هيئه النادي الافريقي وتصير المقابله. تاثر بلال شويه على الملاعبيه حاجات كما هكا، التركيز نتاعهم بيان سور تاثر، معناتها التو في مخاخ الاولاد اسكو باش يلعبوا ماهوش باش يلعبوا. ما نعرفش شو نقول لك، ان شاء الله ان شاء الله يجي وان شاء الله نلعب، ولا خاطر كما قلت لك على العباد محضره الرواحة وقاسها ديجا تيكياتها، معناتها عيب، معناتها ما يجيوش، ولا طيران هذم اللي ما مشاو لهمش، ولا شنو هي الحكايه، معناها عيب كبير، معناتها حتى لتونس اللي ماشي تاع تونس ماهيش باهي الحكايه هذه. باهي انت شنو الامور، علاش ماكش كونفوكي، مازلت شويه مازلت ماكش حاضر، كيفاش بالضبط؟ لا لا، ما كنت مع الاولاد نترينا، عندي ضربه خفيفه وكا ان شاء الله لاباس، معناتها نترينا وان شاء الله لاباس. معناها فيزيكمون حاضر انت الحمد لله، فيزيكمون حاضر. شنو هي الضربه كانت في الانترينمون؟ عملت فو موفمون في الانترينمون.